أنت رحم على شهدائنا في هذا اليوم، يوم 17 ديسمبر هو يوم الشهيد أغر سيدي حضرة صاحب الجلالة، وهو يوم عزيز على نفوسنا جميعا. الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا إن شاء الله، ولا يزالون على الواجهة جنودنا البواسل. أتمنى لهم إن شاء الله عودة إن شاء الله مؤزرة إن شاء الله.